السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواتي وحبيباتي في الله، كيف حالكم يا أخوات؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نخل الجنة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، درسنا اليوم يا أخواتي يتكلم عن تقوى الله وحسن الخلق. القرآن الكريم ذكر آيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا ترى ايه العلاقة اللي بين الآيتين دول؟ في علاقة. يا ترى ايه العلاقة دي؟ هي علاقة رزق، رزق طيب، او توكل على الله، او يقين في الله، او حسن الظن بالله. يا ترى ايه العلاقة بين الآيتين دول؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولمن خاف مقام ربه جنتان. عايزين نشوف العلاقة بين الآيتين دول يا أخواتي من خلال تقوى الله وحسن الخلق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. المقصود بالحياة الطيبة يا أخواتي التي يحياها المؤمن في دنياه، الحياة الطيبة اللي احنا بنعيشها، المؤمن اللي بيعيش الحياة الطيبة في الدنيا، حياة الإيمان، حياة إن قلبه مليء بالإيمان وانشرح الصدر وسعادته بإيمانه بربه سبحانه وتعالى. كما تشمل إن هذه الآية الرزق الطيب الواسع الحلال. ولكن سعة الرزق دي يا أخواتي ليست شرطا لحصول الحياة الطيبة، فقد يكون العبد منا فقيرا ويرزقه الله القناعة والرضا بما هو فيه ويبارك له في القليل، فيكون قد أحياه الله حياة طيبة وانتفع برزقه أكثر من انتفاع كثيرة من الأغنياء اللي عندهم أموال كثيرة يا أخواتي. وتقوى الله يا أخوات على سبيل العموم كلها سبب في الرزق. الواحد لما يخاف ربنا يا أخواتي بيتقيه. يعني انتوا عارفين يعني ايه تقوى الله؟ يعني انا براقب رب العالمين في كل عمل انا بعمله، عارفة متأكدة ان ربي سبحانه وتعالى مطلع علي في كل وقت وحيد، وانا نايمة وانا صحية وانا خارجة، ربنا سبحانه وتعالى بيراني في كل مكان. يا ترى انا اللي عايزة ربي يراني وانا على حال يرضي الله ولا حال في معاصي؟ هذه تقوى القلوب، مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، واني انا مع لا اعمل احب ان يراني الله سبحانه وتعالى وانا في عمل صالح، بعمل عمل صالح، لا احب ان يراني ربي وانا بعمل معاصي. تقوى الله، هذه تقوى الله. مش معنى ان الآية بتقول من عمل صالحا، اللي بيعمل العمل صالح في الدنيا سواء من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعيش حياة الدنيا حياة طيبة، ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا الجزاء يوم القيامة. طيب المقصود هنا الحياة الطيبة يا أخواتي الدنيا، كل واحد فينا عايش دنيته
زي ما ربنا سبحانه وتعالى مقدر له. ومش معنى ان انسان يكون مؤمن، سواء برضو الكلام موجه للنساء والرجال، انه يكون مؤمن يكون غني، مش شرط. ممكن يكون عنده تقوى الله من اسباب، قلنا اسباب سعه الرزق. ممكن يكون المؤمن ده فقير، بس ربنا سبحانه وتعالى اعطاه القناعه في الرزق، واعطاه الرضا بما ربنا سبحانه وتعالى قسم له، وبارك الله كمان له في القليل. يا اخواتي، ده تقوى الله هي من اسباب سعه الرزق في الايه الكريمه. تمام يا اخواتي، ومعانا راي الجمهور في الايه الكريمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا وعد، وعد من الله لمن عمل صالحا، وهو العمل، العمل الصالح يا اخواتي، العمل الصالح الذي يطابق القرآن الكريم والسنة النبوية، العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء من رجل أو امرأة من بني آدم، وقلبه مؤمن. مؤمن بإيه؟ مؤمن بربنا، مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. مؤمن يعني بحقق شروط الإيمان في قلبه، مؤمن برب العالمين، بيحب ربنا، بيعمل كل ما هو يرضي رب العالمين، وبيطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم يا أخواتي، لو كل ما تطبقي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك، كل ما تطبقيها ودائما السنة النبوية دايما في خط حياتك كده، تأكدي انك ان شاء الله يوم القيامة هتشربي كثيرا كثيرا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيطبق السنة النبوية يا اخواتي وشديد الحرص على تطبيقها، النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بيعرفه وبيشرب من حوضه حتى يرتوي. كل ما يطبق سنة اكتر، كل ما هيشرب من الحوض اكثر يا اخواتي. تمام. الحياة الطيبة في الدنيا، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيجزينا بأحسن ما احنا بنعمل في الدنيا والآخرة. هذا وعد الله، هذا وعد الله للمؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى هيحييهم حياة طيبة في الدنيا، ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون. فين؟ في الدار الآخرة. هنعيش حياة طيبة وإحنا مؤمنين، سواء بقى أنا كنت غني معايا أموال، وسواء أنا كنت فقير، فربنا هيعطيني القناعة والرضا بالقليل طالما أنا مؤمن، سواء من رجل أو امرأة. أعيش حياة طيبة. إحنا عايزين إيه من الدنيا إلى الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة اللي ولا فيها مشاكل، ولا فيها هم ولا غم ولا أعباء، زي ما دي الحياة الطيبة. مش ضروري الفلوس مش بتسعد البني آدم يا أخواتي، الفلوس مش دايما تكون مش سبب سعادة، لا. الفلوس يا أخواتي أو المال وسيلة نقدر نحن نعيش بها في الدنيا، إنما مش غاية أبدا. تمام. إنما إيه السعادة؟ السعادة بجد إن الواحد حاسس إن هو بيحقق نجاح، إن هو مسلم ناجح، مسلم متفوق، مسلم أو مسلمة متميزة. العمل الصالح يا أخواتي والعمل بوجه عام، إنك تكوني متميزة متفوقة، قاعدة في بيتك بس بتعملي حاجة كويسة قدام ربنا، حاسة إن أنت عندك طموح، عايزة توصلي لهدف معين، عايزة تكوني مسلمة متميزة صالحة مؤمنة، توصلي لأعلى مراتب الإيمان. دايما نبص للأعلى يا أخواتي في أمور الآخرة. أوصل لأعلى درجات الإيمان، أوصل لأعلى درجات التقوى، أوصل لأعلى درجات حب الله سبحانه وتعالى. هو ده الفوز، بس إحنا محتاجين شوية صبر يا أخواتي. وخلق الإنسان عجولا. مشكلتنا في الدنيا إن إحنا عندنا دايما مستعجلين على الدعاء. لما ندعي ربنا
ليه ربنا بيأخر الدعاء؟ عندنا وخلق الإنسان عجولة، ربنا قال كده في القرآن الكريم، مستعجلين دايما، ما عندناش الصبر، مع إن الله مع الصابرين، ويوفى الله الصابرون أجرهم بغير حساب. دي مشكلتنا في الدنيا، عندنا استعجال في استجابة الدعوة، وعندنا ما فيش صبر على العبادة. عارفين يا أخواتي، لو كل واحد أو كل أخت أو أخ استمروا على عبادة الله سنين طويلة، ولنا في قصص الأنبياء عبرة. سيدنا نوح لما الدنيا تقفل بيكو أو تقفل بينا كلنا، وشايفين إن الدنيا بجد بقت صعبة قوي، تذكروا قصص الأنبياء. مثلا عندنا قصة سيدنا نوح. سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة، يعني 1000 سنة إلا 50، تصوروا. وكانوا في نفس الوقت كانوا بيستهزئوا بسيدنا نوح. شوفوا قد إيه سيدنا نوح صبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قعد يدعو قومه لحد ما خلاص خلاص يعني قرب على 1000 سنة. ربنا قال له خلاص يا نوح ابني سفينة. وان طبعا هما كانوا عايشين في صحراء، هما بيستهزئوا بيه، والسفينة بتمشي في المية، هل سفينة تمشي على الرمال؟ وكانوا بيسخروا من سيدنا نوح. بس سيدنا نوح امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، وبدأ يصنع السفينة، وبدأ إن القوم يستهزئوا بيه. ولما جاء أمر الله سبحانه وتعالى قال له يا نوح يأخذ من كل زوجين اثنين عشان يعمر الأرض، بعد كده من كل كائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه أخذ منه زوجين عشان لعمارة الأرض بعد كده. وأتى الطوفان يا أخواتي، أتى الطوفان الرهيب، غسل الأرض غسل من هؤلاء القوم الكافرون، غسلها. حتى ابنه كان ليه ابن، متخيل ان هو على الايمان زي ابوه، بس للاسف الشديد. فبيقول يا ابني اركب معنا السفينه. قال سآوي الى جبل يعصمني. قال فلا عاصم اليوم من امر الله. وابنه راح في الطوفان. هذا الولد عمل غير صالح يا اخواتي، اهو ابنك اهو، ولا وابن نبي، ابن نبي وليس، وراح مات في الطوفان. فربنا بيقول له هذا عمل غير صالح. تمام. عندنا من تاني سيدنا أيوب، صبر أكتر من 18 سنة بمرض، والناس بعدت عنه تماما، خايفين للمرض اللي عنده يعدي. وكان سيدنا أيوب كان عايش عنده ما شاء الله من الأموال والأولاد والزرع والأموال الخير الوفير، وربنا ابتلاه أكثر من 18 سنة، وكان يستحي أن يدعي رب العالمين. فكان يقول لما دعا ربنا وقال لي ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بسبب أن لقى زوجته باعت ضفيرة شعرها، وكانت زوجته من جميلة الجميلات عشان تعرف تأكله. وقتها بس ربنا سبحانه وتعالى ألهمه الدعاء، أنه يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقتها بس ربنا سبحانه وتعالى استجاب له الدعوة، قال له يا أيوب اضرب برجلك الأرض فأن لك فيها مغتسل، يغتسل بماء طهور عذب، غسل به جسده كله، رجع زي الأول وأكتر وأحسن. وربنا رزقه ورجع جمال زوجته، ورجع أولاده الأولاد اللي ماتت منه، ورجع كل اللي كان فيه سيدنا أيوب وأحسن. ليه؟ كان عنده صبر، كان صبور جدا، وكان عنده يقين بالله سبحانه وتعالى، وكان بيستحي من الله. هل إحنا يا أخوات بنستحي من الله سبحانه وتعالى؟ إحنا بنمر بأصعب الأزمات اللي ممكن تمر على الأمة الآن في هذا الوقت اللي إحنا عايشين فيه، بنمر بأعظم أزمات على وجه الأرض. فلابد طالما في أزمة لابد أن نصبر عليها،
وأن نحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن الكون ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، وهو هو مقدر كل شيء. يعني احنا موجودين فيه الآن، من طبعا طبعا انتوا عارفين المشاكل اللي احنا بنمر بيها موجودة، ربنا موجود قادر على كل شيء، ربنا قادر على كل شيء. أولادنا بتمتحن في الثانوية العامة، ربنا يا رب يوفقهم يا رب. وبجد بذلنا الكثير الكثير مع أولادنا في الثانوية العامة عشان ينجحوا، من الدروس والوقت والصحة والجهد في أولادنا في الثانوية العامة ده. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقهم وينجحهم كلهم، كل أولاد المسلمين أجمعين، كل أولاد المسلمين في جميع العالم كله. تمام. وبنمر بأزمات تانية، موجة الحر اللي جاية دي، يعني مش ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو قادر ان الموجة دي او الحر ده ما يبقاش موجود؟ مش ربنا قادر على هذا؟ بنمر بأزمات، أزمات بجد صعبة، بس بنحمد ربنا على كل شيء، لان طالما جاء من عند ربنا يبقى نحمد الله سبحانه وتعالى. هي دي الحياة الطيبة. هنا بقى يتحقق الإيمان وتقوى ربنا وحسن التوكل على الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. احنا عايشين في الدنيا أيام وبتعدي بينا، بس خلي الأيام دي تعدي واحنا بنشكر ربنا، واحنا بنطيع ربنا، ونرضى ونقنع بربنا سبحانه وتعالى قدروا لينا. يا أخواتي محدش يزعل من اللي بيدور حوالينا، والأزمات اللي بتمر، أيوة واحنا بتمر بأزمات، قطع الكهرباء أكثر من مرة في الحر كتير، كلنا هذا الرجل، كلنا في نفس السفينة يا أخواتي. ومع أولادنا اللي بيمتحنوا ومع الغلاء بنحمد الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجة أكتر من احنا ندعو ربنا عشان نعرف نعيش، ولا احنا لو ما تقربناش الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والايمان بالله سبحانه وتعالى والتضرع الى الله كل يوم في صلاة قيام الليل، لازم يكون لينا ورد يومي مع ربي، ورد يومي وعمل صالح مع ربنا، عشان ربنا يعيننا ويقوينا ان احنا نتحمل اعباء الدنيا دي يا اخواتي. لان ربنا بيقول بيكلم بيخاطبنا في الآية الكريمة زي ما قلنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اللي بيعمل عمل صالح وهو مؤمن سواء من رجل أو امرأة، فلو نحييناه حياة طيبة، الحياة الطيبة دي هي حياة الدنيا خلاص، ونجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنا كمان الجزاء، حسن الجزاء والأجر في الآخرة عند رب العالمين. يعني المطلوب مننا أن احنا نصبر ونتقي الله سبحانه وتعالى، نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أولادنا وفي المجتمع اللي حوالينا. حاجات كتير قوي يعني الواحد لما بيشوفها بجد يعني بيتعب قوي، لما بنشوف يعني للأسف. يعني أنا مش طالعة أدي طاقة سلبية أو أسود الصورة، لا أبدا، بالعكس الواحد بيحمد ربنا على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. بس ما فيش معصية أو ذنب بيقع بينا إلا بسبب ذنوبنا احنا. عايزين ندور في نفسنا كده كلنا، نشوف احنا عملنا ايه عشان اللي احنا بنمر بيه الان. فتشوف نفسكم اللي بيعمل معصية واللي بيصر على معصية مش بيأذي نفسه بس، ده بيأذي المجتمع اللي حواليه. فتشوف نفسكم، الوقت قليل والعمر قصير يا اخواتي، واحنا عايشين حياة مهما طالت فهي قصيرة، مهما طالت فهي قصيرة. اللي عايش 60 70 80 سنة مهما طالت هي قصيرة يا أخواتي. النصيحة اللي بقولها لكم،
اني شايفه الناس على على الفيسبوك واليوتيوب، الناس عندها كم من التذمر ايوه التذمر، تذمر رهيب. طيب فين الرضا؟ احنا من يعني فين الرضا من اللي ربنا كاتبه؟ طيب هو الكلام اللي احنا بنقوله ده على المنصات وعلى اليوتيوب ده ممكن نغير حاجة؟ ممكن نغير حاجة في حياتنا؟ لا ما اظنش والله. يعني يعني احنا بنقول لا حياة لمن تنادي، لا. اللي هيغير صحيح لو كانت كل مصيبة او كارثة بتنزل على الناس بيغيرها بعض الاشتكات وبعض الكلمات على اليوتيوب او اي منصه من منصات النت دي، ما كانش حد غلب. تمام، اللي هيغير اللي احنا فيه ويغير الواقع اللي احنا عايشينه هو العمل الصالح، هو علاقتك برب العالمين، عبادتك وطاعتك وصلاتك وعبادتك وتربيتك لاولادك وصلاحك مع رب العالمين، مش بعض الكلمات نقولها. ده نوع من انواع التنفس، يعني ها يعني بنطلع شويه اللي جوانا. بس انا ما انصحكمش، لاني ما فيش حد يعني بيسمع اللي هم الـ الناس اللي هم يعني اللي هم عايزينه بيعملوا. وقولوكوا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه، اكتبوا ما تكتبوش براحتكم، بس الواقع ايه؟ الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول اللي احنا الان موجودين في في في, في زماننا ده، وبنمر بازمات كتير. مش كلمة هنقولها أو حاجات يعني زي ما الناس متصورة كده هنفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا. وانتوا فاكرين يعني إن هم يعني هيهتموا بالكلام ده؟ طب كانوا اهتموا بالناس اللي ماتت؟ في ناس ماتت كتير قوي من 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 10 سنين، افتكروهم كويس. وناس ماتت، ناس كل يوم جعانة في غزة، جعانة بتموت من الجوع. حد عمل لها حاجة؟ محدش عمل لها حاجة، وعمالين الناس تتكلم والناس تصيح والناس اللي هيعمل. يا جماعة عملنا الصالح وتمسكنا ورجوعنا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء والتضرع إلى الله والعمل الصالح. عشان كده بقول لك لما أنت تعصي ربنا أنت بتأذي، مش بتأذي نفسك بس، أنت بتأذي المجتمع اللي حواليك. الناس المصرة على المعاصي، مثلا هديكم امثله بسيطه يا اخوات. شرب السجاير من الكبائر، مجالس الغيبه والنميمه من الكبائر، ترك الصلاه يا اخوات من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر. انتوا بتصلوا رحمكم، صله الرحم، قطع الرحم من الكبائر. انت هل كل اللي هيسمعني دلوقتي واللي بعد ما يسمعني، هل اللي بيسمعني الان بيصل رحمه؟ ما كل دي كلها أعمال مترتبة مع بعض كده، 1 2 3 عشان نوصل للحياة الطيبة اللي ربنا قال لنا عليها في القرآن الكريم، وأن نحييناه حياة طيبة. اللي بيعمل عمل صالح وهو مؤمن، سواء من ذكر أو أنثى، ما نرميش اللوم على حد. بلاش حتة إن إحنا نرمي اللوم على حد، إحنا مشكلة فينا، إحنا مشكلة أخلاق، مشكلة. والله لأقول لكم أمثلة من اللي احنا بنشوفها وعايشينها يوميا، طبعا في ناس بيسمعونا برا، أمثلة تشيب لها العقول. لما حد يجي مثلا، أو أقول لكم مثال قريب جدا، يعني أنا بنتي ليها صديقة جاية من بلد من برا، تمام، علشان طلعت برا الدرس. بس أنا عايزة بس أديكم أمثلة النماذج الموجودة وسطنا. جاية من بلد بره، جاية من بلد غريبة، جاية تاخد 2 يومين في مصر، تمام، حجزت شقة أو مكان، طلعت راحت الشقة ولا لقت الفلوس، ما لقتش أي حاجة، وهي وأهلها والجو حر جدا. طلع إن الراجل ناصب عليهم في الشقة دي، وما فيش شقة أصلا، ولا فيها، وكان طالبين مميزات معينة في الشقة، مفيش، واتضحك عليهم والفلوس ضاعت، ودول الناس جايين من برة. ايه رأيكم؟ ده موجود وحصل، ده حصل لبنتي انا، لصاحبة بنتي، تمام، جاي من بلد عربي. ماشي اخواتي،
وده حصل، واللي عمل فيها كده واحد عايش بلد تانية، يعني هو مش عايش في البلد بس عايش في بلد تانية، بس للأسف بينصب على الناس بهذه الطريقة. ايه رأيكم؟ موجود من الأمثال دي كتير قوي، نتعرض ليها كتير، فمنجيش نقول يا ده الجو حر قوي قوي قوي. طب الناس يعني اللي في غزة دي بتاكل وتشرب ازاي؟ الكهرباء بتقطع كتير قوي قوي قوي. طيب ما غزة برضو ما عندهاش كهرباء، ما عندهاش اكل، ما عندهاش شرب، ما عندهاش حاجة. احنا عملنا لهم ايه؟ احنا ما عملناش حاجة اصلا. ما يجيش نلوم على حد، ما ترموش اللوم على حد. ربنا يوم القيامة ان شاء الله لما يجي يحاسبنا، مش هيحاسب الناس اللي اكبر مننا، هيحاسبنا بس. كل اتيه يوم القيامة فرض. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصرها في حديث قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. يعني أنا مسؤولة عن بيتي وأولادي، أنا هسأل عن بيتي وأولادي، والرجل هيسأل عن زوجته وبيته وأولاده، مش هيسأل على حال البلد، مش هيسأل على مين اللي بيدير البلد. ملناش دعوة، دي مش قصتنا يا أخوات. اشغلوا نفسكم بطاعة ربنا، طاعة ربنا هي اللي هتنجيكم. حسن توكلكم على الله والعمل الصالح هو ده اللي هينجيكم. بلاش قطع الرحم، بلاش مجالس النميمة والغيبة والسجاير والحاجات اللي احنا بنشوفها ما أنزل الله بها من سلطان. الحاجات دي موجودة في حياتنا الآن، ما رجعش نزعل، ما ترموش اللوم على حد. لو احنا زي ما قلت لكم، لو في قوم صالحين، قوم بيخافوا ربنا، ربنا بيوليهم الصالح، بيقول عليهم الصالح. طب هل انتم شايفين ان احنا ناس صالحين؟ صالحين كده ناس ملتزمة، ناس بتصلي في المسجد على طول، ناس محافظة على الصلاة، ناس لابسة الحجاب. هل احنا من هذا يعني من هذه الناس اللي يعني اللي بتطبق الاسلام؟ لا، احنا مش كده. ما نجيش نزعل ونقول احنا بجد الايام دي، المهم ان اولادنا بيمتحنا امتحان الثانوية العامة، وانتوا عارفين الثانوية العامة بتبقى صعبة قوي على الاهالي وعلى الاولاد، ونمر بازمه بموجه حر عاليه قوي قوي قوي. ربنا يرحمنا برحمته ويرحم المسلمين اجمعين، ووفق اولادنا واولاد المسلمين. بمر بازمه قطع كهرباء زي ما انتم عارفين. ليه بقى؟ ليه؟ عارفين ليه؟ عشان احنا بعيد عن ربنا. احنا عندنا كم من الجهل متفشي في الامه، مع اننا احنا امه اقرا. أول آية نزلت عن نبيكم اقرأ باسم ربك، اقرأ نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل احنا بنقرأ ونتعلم بتعلم ديننا؟ ده احنا أمة ربنا النبي عليه الصلاة والسلام هنشهد على الأمم يوم القيامة. أمة هتشهد على الأمم يوم، هنشهد عليها بإيه؟ ده احنا ده الناس غرقانة في المعاصي، الناس غرقانة في المعاصي بشكل فج والله العظيم، سواء البنات ولا النساء ولا الرجال. بجد يعني الواحد حاسس ان هو بقى غريب. الدنيا دي مش بقت، ما بقتش دنيتنا. الواحد ما بقاش عايز يعيش في الدنيا من كتر الاهوال اللي احنا بنشوفها. والله كنت اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل هيمر على قبر الرجل يتمنى ان يكون مكانه في القبر. كنت أقول معقولة هيجي يوم كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق، وإن وحي سيدنا جبريل كان بيخبره بالأمور دي، إن الرجل يتمنى إن هو يكون مكان الرجل في القبر. وإحنا الآن طلعنا من أيام، أعظم أيام على وجه الأرض، العشر ذو الحجة، صمنا عرفات بفضل الله سبحانه وتعالى، والحج والحجاج حجوا طبعا، لا يخفى عليكم امر الحجاج كان امر صعب صعب صعب، بس ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله نكون رزقهم حسن الخاتمه. يعني كل ده مش مفيش عبر. الناس مش بتتعظ من اللي بيحصل حوالينا ده يا اخواتي. ولادنا بيمتحنوا، وطبعا هم محتاجين النت موجود، بس مفيش نت، النت بحبه بيروح ويجي،
وانتوا اكيد طبعا على درايه كبيره باللي احنا بنمر بيه، لان احنا عايشين في بلد واحده. تمام يا اخواتي، اللي انا بقوله لكم ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوات انا بطلع عشان اقول الدرس ده، والله معذره الى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا ما يسالنيش يوم الدين. اقول ان انا اعرفه، واقول احاول ان انا لو عندي حتى كتمان العلم من الكبائر يا اخوات. الناس لو خشوا كده شوفوا النت اليوتيوب مليان ايه، مليان. وللاسف الشديد، للاسف للاسف محدش يزعل مني من الكلام ده، للاسف للاسف الشديد ان المحتويات التافهه بتبقى طالعه من المصريين، للاسف الشديد تافهه 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 جدا دون المستوى. وللاسف بتلاقي ناس بيساعد يعني بينشروها وبيتفاعلوا معاها، وكل ده بيهدم يعني بيهدم المجتمع. لما اللي عنده محتوى هادف محترم يطلع يقدمه للناس. ما شفناش حد ابتكر حاجه كويسه تنفعنا، ابتكر حاجه. طب احنا دلوقتي في وقطع كهرباء بيقولوا تخفيف، خلاص هذا نظام. قلت لكم احنا ديننا الاسلامي دي النظام، وما نقدرش نعمل اكتر من كده، ما نقدرش نخرج عن هذا النظام، وانتوا فاهمين كويس. طيب بيقولوا تخفيف احمال، نحمد ربنا على تخفيف الاحمال، الحمد لله انها جايه على قطعه الكهرباء. تمام. طيب ما حدش ليه طلع من الشباب الجميل الشباب المتعلم، ليه ما طلعش يقدم لنا حاجه تساعدنا ان احنا في وقت الكهرباء ده، ما احنا بنقعد ساعتين ثلاثه اربعه من غير قطع كهرباء. ليه ما حدش طلع من الاولاد والطلبه بتوع البحث العلمي والطلبه المتعلمين بتوع دار العلوم، ليه ما طلعوش يشوفوا حاجه ان يساعدوا بيها الناس، المحتويات تطلع محتويات هدفع على منصه اليوتيوب تساعد الناس انها تساعدها في موضوع قطع الكهرباء ده. يخترعوا حاجه، فين الاختراع؟ فين الابداع؟ فين الابداع بتاع المصريين؟ فين؟ ما حدش طلع. لا احنا مستسلمين وقاعدين بس علينا ان احنا نشتم 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 بس، وده اكبر حرام ان احنا بنعمله، لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. دي مش اخلاق مسلم اصلا. الدوله كلها يعني الدوله اللي احنا عايشين فيها دي ليها حاكم، ليها حاكم كده او كده امر عند رب العالمين. تمام. المهم نفسنا احنا بنعمل ايه، احنا عملنا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بهذا الامر الصعب بقالنا سنه في الموضوع ده. فكروا شويه، ما تقعدوش ترموا اللوم على الناس، ترموا اللوم على الناس وانتوا قاعدين ولا يعني فينا اكثر الناس لا تصلي، اكثر الناس مدخنه، اكثر الناس بتسمع اغاني، اكثر الناس اتفرجوا على الناس اللي بتعمل مشاكل. التحرشات بقت كثيرة، تفنن السرقة بقى كتير جدا جدا جدا، بقينا فعلا عندنا تفنن في السرقة والنصب. ما تلوموش على حد، لوموا نفسكوا بس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد ما يظهرش في مكان إلا بإيدي الناس. قلتلكوا لو قوم صالحين، قوم رب يعني قوم كده مهتدين وناس كويسة، ربنا هو اللي عليهم الناس اللي زيهم. تمام. انا ما مش هنقول يا نشتم الكلام ده ما ينفعش، ودي مش من اخلاق المسلمين. لما نطلع نشتم بره، طب ما الناس بيقولوا بره بيشتموا وبيشتموا وبيشتموا، هتستفادوا ايه؟ ولا حاجه، كلها في ميزان سيئاتكم. اللي بيطلع يشتم ده والله كلها في ميزان سيئاتكم. وانت فاكر ربنا سبحانه وتعالى هيسيب الحد اللي انت كده؟ اول حاجه بتسوق صوره بلدك بره، كفايه على كفايه كفايه اللي بيحصل لبلدنا. تمام. بتطلعوا الشتيمه ما بتغيرش حاجه، من بقالهم اكتر من سنين بيشتموا وبيطلعوا يعملوا حاجات. في حاجه اتغيرت؟ قولوا لي بس في حاجه اتغيرت. ما فيش حاجه اتغيرت، الناس بتصيح وما فيش حاجه اتغيرت، واللي بيحصل بيحصل. يبقى احنا نعمل ايه؟ نرجع لربنا. مين اللي في ايده الخير؟ ربنا. مين اللي في ايده مقاليد السماوات والارض؟ ربنا. مين اللي في ايده ان هو يصلح احوالنا؟ ربنا. مين اللي في ايده ان يولي علينا الناس اللي تخاف ربنا؟ ربنا. مين اللي في ايده كل شيء؟
ربنا، مين اللي في ايده الحياه والموت والرزق؟ الله سبحانه وتعالى. اعملوا بقى لربنا سبحانه وتعالى، اعملوا لربنا وارجعوا لربنا، مش تقعدوا تشتموا وتشتموا وتشتموا. يعني ايه؟ يعني واحد طلع بيشتم، واحده طالعه بتشتم. والله اشهد الله اني سمعت ست امراه، والله والله لم اتصور ان ممكن امراه تتلفظ بهذه الالفاظ. انا يمكن يعني انا اللي يمكن اتصور ان ممكن امراه تتلفظ بهذه الالفاظ. طب هي استفادت ايه لما هي قعدت تشتم وتقول كذا يا كذا؟ لا لا، وهي تقريبا طبعا اكيد مش موجوده مع مش موجوده في بلدنا. يعني استفدتي ايه؟ يعني بتشتمي، هتغير شتمتك دي هتغير حاجه في البلد؟ ولا حاجه، ولا الهوا ولا شيء، بل بالعكس ده هي النتيجه تيجي عكسيه. يبقى نعمل ايه؟ نرضي بما قسم الله لنا، ونحترم نفسنا، نكون ناس محترمه، المسلمين محترمين. المسلم نكون هو لا لعان ولا بيسب ولا بيلعن ولا بيشتم ولا بيأسي حد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي، ده عشان ربنا عارف ان احنا لساننا ده اللي هيودينا جهنم. المسلم حدد اللسان واليد، حدد اللسان، لساننا ده يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتين. اللسان ده يا اخواتي اللي هيودينا في جهنم، اللي ولعه بقالها سنين وسنين وسنين مستنيه الناس وقودها الناس والحجاره. بلاش ننساق في ناس، في ناس هي زي ما احنا قلنا، هي يعني مش عايزه افسر اكتر من كده عشان خساره ان الدرس يعني يتلغي او كده. هم يعني اعداء الدين ماشيين بترتيبات وبحاجات كده، مش يعني بصوا اعداء الدين ماشيين بترتيبات، طيب يخلصوا من واحده يخشوا الثاني، يخلصوا من واحده يخشوا الثاني. الترتيبات دي لكسره شوكه الاسلام والضرر بالمسلمين. عندنا بحاجات مسوسه كده، افكار اعمال دي من اعداء الدين. الله اعلم بقى من اعداء الدين، اكيد انتوا فاهمين من اعداء الدين، مش عايزه افسر لان لو فسرت ممكن الدرس يتلغي. انا عايزه الناس تفهم وعايزه اوصل رسالتي للناس، تمام؟ بلاش ننساق بين الناس اللي بتطلع تشتم، الكلام ده حرام، حرام شرعا. مش هتستفاد حاجه لما تطلع تشتم في حد، دي مش اخلاق مسلمين. ويقولوا المصريين كذا كذا كذا، حرام عليكم، كفايه اللي حصل في الحج، كفايه اللي حصل في الحج، بجد حاجه القلب يدمي ليها. احنا بقينا نبكي عن الناس اللي ماتت. هي ماتت في الحج بس بكينا عليها، نفس ماتت والناس مرميه في الشمسة، ناس مرمية، يعني حرام. احنا بشر، من لم يهتم بقبر المسلمين فليس منهم. ناس ماتت وليها ربنا، ليها ربنا، والحمد لله ان ربنا ان شاء الله يكون احسن احسن خاتمتها. بلاش تنساقوا بلا في جماعة حاجات منساقة على النت ده. الله اعلم النت ده جاي لنا لعنة ولا اختبار، الله اعلم. والله يا اخواتي كنا مرتاحين من غيره، والله بلاش تنساقوا ورا الكلام اللي هيدمر المجتمع الإسلامي. إحنا مجتمع وقضاء الله فوق كل شيء، ربنا هو اللي بيقدر كل شيء على الإنسان، مش البشر. البشر ليس لهم أي علاقة بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. القاضي اللي بيقضي كل شيء اللي بيقع علينا هو الله. الله، يبقى احنا نرجع فين؟ نرجع لمين؟ نرجع لربنا. سألوا احد من الصحابة بس لم يحضرني اسمه، قال لك لو ليك دعوة صالحة تدعي، ومتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب منك الدعوة دي، تدعي لمين؟ قال لي ادعي للحاكم، ان ربنا يصلحه. يدعو للحاكم، بصلاح الحاكم تصلح الرعية، انما مش بالشتيمة وقلة الادب أو أسوأ الألفاظ اللي الإنسان ممكن يسمعها. والله حرام، والله عيب. أنتوا شفتم أي حد من البلاد التانية العربية اللي جنبنا بيطلعوا يعملوا فيديوهات كده ويقعدوا يشتموا في بلادهم وبيشتموا في اللي بيحصل في البلد؟ والله عيب، ما شفناش حد من الدول الخليجية بيطلع يشتم.
ما شفناش حد من دول العربية اللي جنبنا بيطلع يتكلم على بلده، والله عيب علي. يعني عيب مهما كان على فكرة، انتمائك لبلدك وحفاظك على بلدك ده من الدين. أيوة من الدين، من الدين الإسلامي. ربنا الناس اللي بتطلع تحارب وتموت في سبيل الله في الحروب بتحافظ على بلدها، تحافظ على شرف أولادها وشرف بناتها وأولادها، بيموتوا إن شاء الله في سبيل الله. أيوة الناس لما تخوض حروب وتحافظ على البلد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الوطن، الحفاظ على الوطن أمر شرعي، مش الخراب. الخراب هيجيب إيه يا جماعة؟ الخراب بيجيب خراب. كفاية اللي حصل السنين اللي فاتت، كفاية. خلينا نرضي باللي ربنا اداهولنا عشان الأمر ما يزودش أسوأ وأسوأ، لأن دي عبارة عن نظام، نظام وماشيين بيه، مش أكتر من كده. هقول لكم افهموا، لا تنساقوا ورا، بلاش تعملوا المحتويات اللي بيسمع، اللي بيسمعني بعد كده، بلاش المحتويات اللي انت بتعملها وتشتم فيها دي، مش هتجيب حاجة، مش هتغير حاجة في الواقع. الواقع هو هو موجود، موجود ليه؟ لأن احنا الناس مش كويسة، ناس تركنا ديننا. قلت لكم الحديث اللي قلت لكم في درس فات، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. هذا الحديث بيشرح أحوالنا، حديث النبي. أنتوا فين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين من شرع ربنا؟ فين من تطبيق السنة وتطبيق الشرع؟ لما تطلعوا تشتموا وتقولوا أدبكم بالشكل ده، يقولوا يا شفتوا المصريين بيشتموا إزاي؟ شفتوا المصريين بيحصل في بلدكم؟ يا ليه؟ ليه؟ احنا مصر دي احسن، والله والله مصر الوحيده اللي ذكرت في القران الكريم. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ذكرت اكتر من مكه، ذكرت اكتر من بيت الله الحرام. مصر، مصر بلد الانبياء. ما تزعلوش، مصر مش مصر مش الناس اللي حكماها، مصر البلد، مصر الارض، مش الناس اللي حكماها. يا اخواتي افهموا صح، مصر البلد، الارض اللي احنا عايشينها. خد بالكم، ربنا سبحانه وتعالى شايل للأجيال اللي جاية خزائن من الخير، لسه خزائن في مصر، لسه الناس لم تكتشفها، ربنا شايلها للأجيال اللي جاية. ما تخافوش على الرزق، الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما تخافوش. البلد قعدت سنين طويلة وانتوا فاهمين كان بيحصل فيها ايه. جوعنا، جوعنا قبل كده ولا الأيام دي المشاكل اللي حصلة؟ ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر بالذات، لأن مصر ذكرت في القرآن، وكانت فيها كان فيها عاش فيها سيدنا يوسف، وعاش فيها سيدنا موسى. دي أرض الأنبياء، أرض الأنبياء، وفيها نهر النيل. نهر النيل ده من أنهار الجنة، وربنا محافظ مصر مكرمة. بلاش تدوا فرصة للناس تطلع تشتم، بجد زادت قوي عن الحد، حرام يعني، بجد حرام. لأن الألفاظ والتلفظ الغير لائق بالناس عيب قوي قوي قوي. عيب لما احنا نسمع لحد بيقعد يشتم في بلدنا، او عيب على بلدنا. احنا مهما كنا دي بلدنا برضو في الاخر، مش هسيبها لحد، دي بلدنا ان شاء الله نعيش ونموت فيها. سمعت فيديوهات كتير قوي بجد بجد بتقلل من الشخص نفسه. عيب، عيب لما تطلع تقول على بلدك كده، حرام يعني. مش مفيش كلام يتقال او يوصف ان حد يطلع يشتم على بلده من بره. والله ولا حاجه هتتغير من انتوا، من هم فاكرينها انها هتتغير. عندكم ميه غزه قربت على شو بقى لها كام شهر، حد بص لها؟ حد عبرها؟ حتى حد عمل لها حاجه؟ ولا شيء. الناس صبره، الناس صبره وقاعده في البلاء وبتقول يا رب، وكلنا بنقول يا رب. الأمر مش بإيدينا دلوقتي، لأن إحنا غثاء كغثاء السيل، فاضيين. عارفين ليه؟ عشان بنجري ولا بنجري ورا المسلسلات، بنجري ورا الأغاني، بنجري ورا المخدرات، ما بنصليش، ما بنصومش، شرب السجاير، كل ما هو موبقات إحنا بنعمله. عايزين بقى ربنا سبحانه وتعالى ينصركم، ينصركم بإيه؟ بإيه؟ هتقولي سبب واحد كده. ده انتوا حتى بتحاربوا الناس اللي بتحاول تلتزم، بتحاول يعني بتبتدي تخش كده يعني
تعمل حاجات طيبة في الدين، تلتزم وتلبس الحجاب، لا ده احنا بنلاقي نسبة تنمر عليها كتير قوي قوي، كترت قوي الحاجات دي يعني. وعايزين ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا، او ربنا يزيح عنا الغمم، مش غمة ده غمم، لا والله والله ابدا. اتقوا الله، اتقوا ربنا في بلدنا، في الاول وفي الاخر دي بلدنا، والواحد بيزعل لما حد يطلع يشتم عن البلد دي بلدنا. ومن الدين ومن الشرع الحنيف بيأمرك ان انت تحافظ على بلدك وتحارب عشانها، تحافظ عليها، وملكش دعوة بالناس اللي حكماها، خليك في نفسك، خليك في نفسك وبيتك اولادك، اصلح حالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم لو كثرت الفتن اجلس في بيتك وابكي على خطيئتك. انت مفيش في ايدك حاجة تعمل، احنا مفيش في ايدينا حاجة نعملها، تمام؟ كل واحد يربي اولاده صح، يربي بناته صح، تاخد الست وهي خارجه من بيتها تلبس حجابها الصحيح، الرجل يحافظ على الصلاه، بيأدي عمله صح اللي ربنا امره بيه، اللي هو ما كان عمله ما بيشتغل، اشتغل كويس بس، ادي حقوق الناس، رد مظالم الناس. اي حد في مكان بيشتغل عمل يدي حقوق الناس ومظالم الناس، اشتغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، اشتغل عدد الساعات اللي انت المفروض تشتغلها. ربي ولادك كويس، شوف بنتك طالعه من البيت لابسه ايه، شوف ابنك بيكلم مين ولابس ايه ولا بيشرب سجاير، دوروا على اللي عندكم بدل ما تقولوا البلد مالكوش دعوه، ده امر تاني خالص، واحنا لا نختص بيه، ده لا يخصنا، تمام؟ نرجع لربنا. العمل الصالح زي ما ربنا بيقول لك لو عشتوا في الدنيا على عمل صالح هتعيشوا حياه طيبه، وده كلام القران الكريم سواء من ذكر او انثى، وكمان ليكوا الاجر العظيم يوم القيامه. نرجع للدرس. الايه الكريمه يا اخواتي ايه علاقتها بالرزق؟ واضح جدا، وهي ان تقوى الله والعمل الصالح سبب في حصول نعيم الدنيا والاخره. اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، اتقي الله، اتقي الله في عملك، واتقي الله في ان انت تجيب الرزق الحلال، سبب في حصول نعيم الدنيا، نعيش في نعيم الدنيا والآخرة. تقوى الله، تقوى الله وحسن الخلق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق من آية 2 لآية 3. قال عمر بن عثمان ومن يتق الله، يعني يتق الله يعني إيه؟ يقف عند حدوده ويجتنب معصيه، يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يرجو. دي تقوى الله يا أخواتي، أبعد عن الحرام وخليني في الحلال. فلما أنا أبعد عن الحرام وأروح للحلال، ربنا سبحانه وتعالى هديني سعة في الرزق، وهيبعدني عن النار، وهيرزقني من حيث لا اعلم، من حيث لا اعلم هيجيني الرزق كده. بس المهم ان انا اتقي ربي، اتقي ربنا سبحانه وتعالى، ابعد عن كل ما ربنا نهى عنه في القران الكريم، اغض بصري، اصلي، اصوم، احافظ على، اطبق الشرع زي ما ربنا قال. بعد كده هتلاقي نتيجه ثمره تقوى ربنا السعه في الرزق، البعد عن النار، ربنا هيرزقنا من غير، من حيث لا نعلم. دي تقوى الله يا اخواتي، علاقتها بالرزق، تمام؟ لما تتقي الله ربنا هيرزقك من حيث لا نعلم. الرزق هيجي منين؟ الله اعلم، بس من عند ربنا. الامور كلها، الدنيا كلها، ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم فيها. هو ما مقاليد الدنيا كلها في يد الله سبحانه وتعالى، مش في يد بشر. فبلاش بلاش ان احنا ننساق نهدم بلدنا، حرام عليكم. بلدنا في النهايه في ناس مشتته، وناس جايه في بلادنا سايبين بلادهم عشان فيها مشاكل، دي بلادنا، اغلى حاجه عندنا بلدنا. جربوا كده لو انتوا رحتوا عشتوا، انا شخصيا عشت 25 بره، 25 سنه بره عن بلدي، اكني ما كنتش عايشه. اسالوني دلوقتي انت كنت عايشه اكن ال 25 سنه دول خلصوا من حياتي، اكنهم ما كانوش موجودين. كنت ببكي ان انا بعيد عن بلدي،
اه جيت بلدي اه فيها مشاكل، بس في النهايه بلدي، مش هبقى كل يوم تحت رأي او طالعين حاجات، ابقى عايشه في بلدي، دي بلدي خلاص، ربنا قدر كده، قدر ان ده عربي ده مش عربي، ربنا قدر لنا كده تمام. نشوف رأي في تفسير السعدي، تفسير السعدي في هذه الآية الكريمة، وهذا كقوله تعالى عن أهل الكتاب: لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقوله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سورة الأعراف آية 96. المسلم يا أخواتي، المسلم بتمام توكله على ربه ويقينه في ربه وحسن ظنه بربه، ربنا بيرزقه سعادة الدارين، إيه هي؟ دار الدنيا والآخرة، ويكون له فيها الحياة الطيبة، وربنا يرزقه الرزق الواسع ويهنأ ودي عيشة هنية وتطيب أيامه. وذلك ليه؟ عشان توكل على ربنا، عنده حسن توكل على الله، عنده يقين في الله، يقين وحسن الظن بالله. وهذه الأعمال من أهم، ودي أعمال قلوب، يعني حسن الظن بالله واليقين في الله ده أعمال قلب مش أعمال جوارح. يعني أنا جوايا جوا قلبي عندي إيمان وعندي يقين وحسن ظني بإن ربنا لا يتركني أبدا، طالما أنا بطيعه وبطبق، ببعد عن الحرام وأكل حرام، يعني أكل حرام وأشرب حرام، معذرة أسفة، أكل حلال وأشرب حلال وأتغذى من حلال، عندي يقين تام إن ربنا يكون معايا، وربنا يكون معايا وهيجزيني كل الخير سواء في الدنيا أو في الآخرة. أطب مطعمك تستجاب الدعوة. حتى من أسباب استجابة الدعوة يا أخواتي الأكل الطيب، الأكل الطيب، الأكل الحلال تمام. ومن أهم الأعمال القلوب التي تظهر للقلب وتملأها الإيمان. فإذا صلح يا أخواتي القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم تمام. يا أخواتي المسلم عليه أن يقص بالأسباب التي يحصل بها الرزق، ما عودش ببيتي كده أقول يا ربنا رزقني يا رب نديت، ازاي وانا قاعده في بيتي طيب؟ طب حتى لو انت عندك شغل وبتشتغل، بتتقي ربنا في شغلك؟ مش بتتعب الناس؟ احنا بنشوف نماذج، يعني الناس بتبقى قاعده على مكاتبها، يعني عندها متعه كده انها تتعب الناس يعني تتعب الناس وتبهدلها، سواء في الحر ولا في الشتاء ولا في اي وقت، تتعبها وما تخلصش ورقها. انت كده بتتقي ربنا سبحانه وتعالى؟ الفلوس اللي بتخش لك دي هتبقى فلوس حلال ولا حرام على اولادك وعلى نفسك؟ لما تتعب اللي بيسر على المسلمين ربنا بيسر عليه، واللي بيعسر على المسلمين امورهم ربنا بيعسر عليه في الدنيا وفي الاخره تمام. تقوى الله، المسلم بياخد بالاسباب التي يحصل بها الرزق، بيكون اولا معتمد على ربنا واثقا ان ربنا سياتيه بالرزق، فانه ما فيش نفس هتموت إلا وقد استوفت رزقها يا أخوات، كما تستوفي أجلها. ما فيش نفس هتموت إلا أخذت رزقها كل المكتوب لها في الدنيا، ما فيش نفس هتموت إلا وقد يعني خلاص جاء وقت وفاتها أجلها. كل واحد بياخد يعني بيستوفي رزقه، والأجل بيأتي في معاده تمام. الأمور دي بتورثنا إيه؟ بتورثنا بتعطينا مزيدا من الطمأنينة والقناعة والرضا. الرضا ويبذل ماله، والناس اللي عندها أموال اللي بتخاف ربنا بتبذل مالها في مرضات الله تعالى، غير خائفة من الفقر ولا من قلة الرزق، بل عندهم يقين إن ذلك من أسباب الرزق يا أخواتي، كما قال تعالى: لأن شكرتم لأزيدنكم.
سورة إبراهيم آية 7، وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم انفق 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 عليك، رواه البخاري في أكتر من كده. ربنا بيقول يا ابن آدم انفق انفق عليك، لما تطلع فلوس للناس الغلابة، الناس المساكين، الفقراء، المطلقات، الأرامل، الأيتام، تنفق على الناس دي، ربنا سبحانه وتعالى هينفق عليك. وخدوا بالكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة أبدا. دائما الناس المتصدقة دائما عندها عزة نفس وغنية، مهما تطلع من فلوسها ما تنقص أبدا، ما نقص مال من صدقة. وهذا أمر، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ما نقص مال من صدقة. طول ما أنا عايزة ربنا يديكي ساعة في الرزق، تصدقي. لو يا ستي بقليل، بخمسة جنيه حتى، بأي حاجة، تصدقي لله سبحانه وتعالى، والله هتلاقي ربنا يرزقك الرزق الحلال من غير ما لا تعلمي من أين أتى هذا الرزق. الآية التانية بقى يا أخواتي بتقول، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، سورة الرحمن آية 45. المعنى هنا بيقول إيه؟ بيقول إن من خاف مقام ربه، من خاف ربنا بين يدي الله يوم القيامة، بنخاف ربنا. خلاص هنشوف الخوف ده بين يدي الله يوم، احنا وقت خايفين من ربنا يوم القيامة، وبنحسن الاستعداد لملاقاة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، واحسن الاستعداد لذلك اليوم، فنؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى عشان اقابل ربنا كويس، وانا ما بقاش خايفة، اؤدي فرائض الله وابعد عن المحرمات. فله يوم القيامة لما الناس بقى تعمل كده، تستعد للقاء الله، انها تؤدي الفرائض واوامر الله وتجتنب كل المحرمات، تستعد ليوم القيامة عند ربها هتلاقي جنتين. يا ترى ايه هما جنتين دول؟ تعال نشوف رأي الامام السعدي ماذا قال. اي والذي خاف ربه وقيامه عليه، يعني خاف من ربنا وقام بكل حدوده، فترك ما نهى، ترك كل اللي ربنا نهى عنه وفعل بكل ما ربنا امر به، له جنتين من ذهب. شوفوا بقى راي الامام السعدي، له جنتين من ذهب، انيتهما والانيه والحليه والبنيه وما فيهما، احدهما الجنتين جزاء على ترك المنهيات. في جنه هتاخديها انت عشان انت تركتي الحاجات اللي ربنا نهى عنها، والاخرى على فعل الطاعات، هما دول الجنتين. جنه اللي ترك المحرمات من ذهب، انيه من ذهب، وحليه من ذهب، وبنيه من ذهب، دي اول جنه. الجنه دي للناس اللي تركت المحرمات. اما الجنه الثانيه الناس اللي فعلت الطاعات، وهذا من تفسير السعدي وتفسير الطبرني. تمام، يبقى الجنتين ايه؟ مش جنة رب العالمين، مش الجنة اللي احنا نعرفها، لا، ده حاجة كده للناس اللي كانت تركت المنهيات والمحرمات، ليها جنة من ذهب. والناس اللي كانت دايما حريصة على فعل الطاعات ليها جنة من ذهب. تمام، والآية الكريمة يا أخواتي لا علاقة لها بالرزق، الآية دي من خاف مقام ربي فله جنتان، دي ملهاش علاقة بالرزق، دي لها علاقة بالأفعال والأقوال والأعمال والعبادات والطاعات، ليس لها أي علاقة بالرزق يا أخواتي في الدنيا، إلا من جهة إن من رزقه الله الجنتين في الآخرة، الجنتين دول في الآخرة يا أخواتي، فهو ممن أحياه في الدنيا حياة طيبة. وقد تقدم إن الحياة الطيبة في الدنيا تشمل حياة القلب وسعة الرزق. وقد قيل أن المقصود بالجنتين جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، وهذا خلاف والمشهور في التفسير. يعني إيه يا أخواتي؟ الجنتين دول عليهم اختلاف، يا إما مقصود أن أنت تعيش حياة طيبة هي جنة الدنيا، وليك جنة الآخرة اللي احنا عارفينها. ورأي تاني بيقول بس الناس الجنتين دول لإيه؟ لمين؟ للناس اللي عاشت تركت تركت الحاجات المحرمات، واللي تركت الحاجات المحرمه، كل اللي ربنا حرمه ليها جنه من ذهب في الاخره.
والجنة التانية ده رأي علماء، والجنة التانية اللي ناس فعلت الطاعات وعملت كل ما يرضي ربنا لها جنة من ذهب، هما دول الجنتين. ده رأي من رأي الجمهور. وفي رأي تاني بيقول ان ممكن الجنتين دول يكونوا جنة في الدنيا وجنة في الآخر. الجنة في الدنيا الحياة الطيبة اللي المؤمن بيعيشها على طاعة رب العالمين، على تطبيق شرع الإسلام، على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه جنة في الدنيا؟ هي الحياة الطيبة اللي من غير مشاكل، من غير هموم، من غير أعباء، من غير أي كرب، من غير أي غم، من غير أي قطع كهرباء حتى. تمام؟ دي الجنة اللي في الدنيا. الجنة اللي في الآخرة هي جنة الله سبحانه وتعالى اللي أعدها للصالحين. تمام يا أخواتي؟ هذا درسنا اليوم انتهى يا أخوات. أتمنى الإفادة والاستفادة. أذكركم بنفسي بتقوى الله وحسن الخلق والحفاظ على الصلوات الخمس. أنا عايزة أقول لكم حاجة كمان يا أخواتي قبل ما أقفل الدرس. أنا لا مش أخبي عليكم، أنا كنت أتمنى يعني أتمنى من رب العالمين، وإن شاء الله كل حاجة عند رب العالمين جميلة جدا، بس بيصعب عليا قوي لما الواحد بيقول دروس كتير قوي، مش دي بس على الفيسبوك، لا على اليوتيوب كتير قوي، ولاقي ما في ما لاقيش اي حد يستجيب لاي درس ديني. مفيش، الناس ما بتسمعش. بس احنا بنعمل ايه؟ نفوض الامر لربنا سبحانه وتعالى، بنعمل اللي علينا في الدنيا. اللي عنده علم بيقوله، اللي عنده تذكره بيقولها، اللي عنده نصيحه بيقولها، وفي النهايه الاجر عند الله سبحانه وتعالى. بيصعب عليا قوي لما الاقي محتويات تافهه جدا الناس بتفعلها والناس بتسمعها وبتجري وراها. حرام والله، بيضيعوا عمركم في كلام فاضي هتتحاسبوا عليه يوم القيامه، والله حرام. بتشجعوا حاجات بتخرب الدنيا، بتخرب مجتمع، فساد 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 في الارض. حرام، واحد بيصعب عليه نفسه. بس ما زلنا وهنعيش وهنموت على دعوه ربنا سبحانه وتعالى. هذا امر الله سبحانه وتعالى، وربنا احنا علينا البلاغ، وربنا عليه سبحانه وتعالى الأجر اللي عند الله سبحانه وتعالى. بنبلغ دعوة ربنا، بنبلغه عني لو آية كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طول ما في فساد لابد يكون أمامه خير. لا يمكن الميزان يختل، ميزان الدنيا يختل. في فساد في خير، في دعاء للفساد في دعاء للخير لحد يوم القيامة. هذا ده عدل الله في الأرض، وده ميزان العدل في الأرض يا أخواتي. أتمنى الإفادة والاستفادة. أذكركم يا أخوات ببيتنا في الجنة بيبنى ب12 ركعة في اليوم والليلة، طبعا قلناها كتير. أذكركم بالقبر، القبر يا أخوات الحياة البرزخية التي لا نعلم عنها شيء. ابعتوا كل ما هو صالح وطيب وزاكي في القبر يا أخوات، ابعتوا ارسلوا. دي الحياة التانية اللي هنعيشها، دي المحطة التانية من عمرنا اللي احنا هنعيشها، الحياة البرزخية التي لا نعلم عنها شيء. القبر حفرة هننام فيها صبحتها يوم القيامة، هنقوم كده على صرخة يوم القيامة. اهتموا بالقبر وأعمال الأعمال الطيبة، ابعتوها عشان تعيشوا حياة طيبة، عيشوا حياة طيبة عشان ربنا يعطيكم سعة الرزق. ابعدوا عن كل ما هو اللي يسيء بالنفس. خليكي مسلمة أو مسلم محترم، لا تتلفظ بألفاظ عيب، لا تتلفظ بألفاظ الملائكة بتحصاها عليك. كل ده تلاقيه في ميزان سيئاتك، الكلام الغير طيب ده في ميزان سيئاتك، وهتتحاسب عليه يوم القيامة. كل واحد بيعمل خير، كل واحد بيعمل شر، هيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكروا اللي بيعصر على المسلمين ربنا هيسيبه، أبدا. معادنا مش في الدنيا، موعدنا يوم القيامة. كل من عصر على المسلمين في أي مجال في أي حاجة، موعدنا يوم القيامة يا أخوات. أذكركم بفتنة المسيح الدجال، طبعا عارفين إن الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اذكروا الدجال عشان ربنا يحفظكم، احفظوا الدعاء ده كويس قوي عشان ربنا يعصبكم من الدجال. حفظوا لأولادكم والأحبابكم والأصدقائكم والجيرانكم، خلوا انشروا الدعاء ده، مهم قوي يقال بعد التشهد وقبل التسليم في كل صلاة، سواء فريضة
او نافله او سنه، لابد ان احفظوه يا اخواتي. الدعاء ده في عصمه من الدجال. الدجال اكبر فتنه هتمر على البشريه، لا يعني حتى ما تخطرش على بالكم شكلها ايه. اعملوا يعني اطيعوا النبي عليه الصلاه والسلام زي ما امرنا، اعملوا زي ما النبي امرنا يا اخواتي، تمام؟ طبعا بيتنا في الجنه والنبي يبنى ب 12 ركعه في الليل. في حاجه تانية ما اتكلمناش فيها يا اخواتي؟ جزاكم الله كل خير، ربنا يرزقنا واياكم سعاده الدارين، دار الدنيا والاخره. ربنا يا رب يوفق ولادنا في الثانويه العامه، يا رب يا رب يوفقنا ويفرحنا بنجاحهم ان شاء الله. وربنا ينصر اهل غزه، ربنا ينصرهم لهم رب، ربنا كريم. اللهم ارزقهم الاكل الطيب والعيش الطيب والمشرب الطيب والمسكن الطيب، ربنا ينصرهم ويثبتهم، وارزقهم الطمأنينه والسكينه في قلوبهم، وارزقهم الرضا، وربنا يقويهم وينصرهم ويثبتهم. هم على الخير ان شاء الله، هم على خير، ربنا معاهم، ليهم ربنا، ليس لهم الا الله سبحانه وتعالى. ثم الدعاء لنا، الدعاء اللي احنا بندعي لهم واللي نقدر عليه نعمله ليهم. لا تنسوا من دعائكم ابدا، اللي في ايده حاجه يعملها وقادر يعملها يعملها، يقدمها لهم، هتؤجر عليها في الدنيا وفي الاخره. استودعكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في حفظ الله يا اخواتي.